FM. الكلمة ليك. أكيد سمعتوا ما راجع في وسائل إعلام جزائرية وصفحات تواصل اجتماعي حول أنباء عن طرد عائلات جزائرية وفرض عليهم زيادة في التسعيرة بنسبة 30% في تونس. هذا وفق تصريح صادر عن نائب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحية الجزائرية شريف مناصر لجريدة النهار الجزائرية. شنية الحكاية؟ هل هذه ممارسات معزولة؟ شنية حكاية الترفيع في التسعيرة؟ معنا لأكثر تفاصيل رئيس جماعة النزول خالد الفخفيخ. صباح الخير. صباح الخير أخوي، أهلا وسهلا، مرحبا بك على الكابتن فام. حبينا نفهم شنو صار. شنو صار؟ ما صار شيء. هذه الجريدة، هذه النهار في سمحني في الكلمة ستان طخشون اللي استهلت السيد اللي سميته أنت، أنا ما حبش حتى نسميه، اللي ما مثل حتى شيء. أحنا طلعنا بسي بوخليفة اللي هو رئيس الجامعة الجزائرية نتاع ليجون دو فواياج، اللي هو انسان محترم، وسهلناه قلنا له عندكم شي هالمشاكل، معناها قال ما فما حتى مشكل، دونك ما فما حتى مشكل رسمي ما بين الفنادق التوانسة ووكالات الأسفار الجزائرية. دونك هذه يمكن ينجم يكون أوتيل جاوا زوز صغار ولا ان باسان بلاش ريزرفاسيون، حبوا يدخلوا في تويت قالوا له مع الاسف احنا كومبلي ما فماش بقعه. اما هذا المشكل كل ماهوش صاير، احنا الاخوان الجزائريه التونسي ولا الجزائري كيف كيف، معناها يفرقنا فطر عملته فرنسا في الحدود، اما تونس والجزائر كيف كيف، وتونس والجزائر بالنسبه لنا احنا كيف كيف، حرف مهمين، اسواق مهمين، وما عناش، وكي احنا نتعاملوا مع الحرفاء نتاعنا ما عناش حريف ابيض وحريف اكحل ولا حريف اصفر ولا حريف اعبر. الحرفاء الكل كيف كيف، المرق الجلبانه اللي نطيبوها الحرفاء كلها فرض مطعم، كيما للروسي كيما للجزائري كيما التونسي. بحيث احنا هل لي كامباني دو دينيغرومون ضد الوتاجيه ما تعبتناش، خاطر احنا اقوى من لي كامباني هذوما. اما كي تشوف هذه كومباني على تونسي خالد، راه مش كان على الوتاجيه، هذه كومباني على تونس. لا على الوتاجية، ماشي على تونس. وقت اللي نعملوا مشكلة مع السياحة الجزائرية، أقرأ الارتيكل يقول لك، تقرأ الارتيكل يقول لك احنا طردنا الفنادق تونس تطرد العائلات الجزائرية. هذا الارتيكل مش تونس، هي مشكل وتونس فوقنا، احنا فوق الوتلة وفوق الأسفار وفوق الناس على راس العين تونس. هما نأتوا الوتلة، وكي تقرا الارتيكل الجواب في الوتيل، كي انت عقد عندك عقد تجاري يا اخي، انت كي تعمل ريزرفاسيون في وتيل سامحني خويا يا اخي ما تطلبش السوم، تقول له اعطيني 3 بيوت هل نجي 10 ايام من غير ما تطلب السوم، او السوم تعرفه تعرفوا السوم اديستانس وتعمل ريزرفاسيون تاعك وعندك كل شيء. شوف شوف اللي مكتوب في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الزبله هذه اللي خرجتها على تونس كله كذب وغلط. الحاجة الأولانية خلينا نقعدوا متفاهمين، واحنا اعطيناها أهمية أكثر ما تتلازم، احنا جاوبنا على خاطر لازمنا نجاوبه، أما باش يخرج اليوم تصريح في الجزائر باش يكذب. بحيث خلينا نقعدوا احنا التوانسة ديما سوليدير متزامنين، ونشوفوا الجزائرية هاكو، تشوفوا تبارك الله الجزائرية ولا يجيو يداوي في تونس عام كامل يجيو. أنا عندي في الأوتيل عندي برشا جزائرية، 905 ألف سائح معناتها توافد على بلادنا إلى حدود 30 جوان 2018 بالأرقام. شو يا وكل، واليوم كان يقول لك الجزائرية هم جايين تونس، أنا نعطيك الجواب، تعرف علاش الجزائرية مازالوا ما جاوش بكافية معناها بعدد بهاء من طول تونس؟ أي على خاطر نتيجة الباك في جوي جوستومون. أي دونك سي تان بروبليم دو باك، والجزائرية يجيو فان جوي أوت سبتمبر ماهمش يجيو جوان جوي أوت. واضح. دونك السيد اللي كتب قاعد كتب الى ربخي، شنو هي المشكل؟ لو نقول خسرنا 300 مليون، 300 مليون شنو هو؟ مليم يورو دولار روبل شنو هو؟ معناها باش تفهم تلمان سيت لا كونري سيت تكتيك، ما يعرفش حتى يقول شنو 300 مليون شنو هو؟ باش يقول 300 مليون سنتيمتر، معناها حكايه فارغه، 300 مليون، حتى كان يقول 300 مليون دينار، شنو هي 300 مليون دينار بالنسبه للكل؟ معناها شوف يا اخي، احنا تونس
الثورة بتاعنا مش حد خاطر زادة الصحافيين التوانسة لعبوا دور كبير. غرب لقدام باب داركم انتم الصحافيين، انا نحترم كابيفام ونحترم برشا من الصحافيين، مع عندكم بعض ناس زادة في الصحافة التونسية مع الأساس المسار لباز افك نمبورت كوا. لا كونتراديكسيون موجودة في الارتيكل بيدو، معناها الارتيكل بيدو يجاوب على روحه، اقرا الارتيكل يجاوب على روحه. هذاك علاش انا اعتبرت اللي ما لازمش نجاوبه، ولكن انا ديمقراطي في الجامعة التونسية نتاع النزل وجو سوي سوليدير. احنا قلنا معناها تقول خاطر مش خاطر هما ضربوا الوتلة، اما احنا اعتبرنا مسوا تونس. اي جوستو، انا قلت لك يعني هو مش ضرب لوتلة فقط، مس لتونس السياحة التونسية. يعني انا كوتلاجي راني ما جاوبتش، اما كمواطن اما بالكاسكيت بتاع رئيس جامعة النزول لازم لا جاوبت على خاطر مواطن تونسي وخاطر نحب تونس وخاطر ما نحبش شكون يمس سمعة تونس. هذاك على جاوبك كيف ما نجاوبش جيت عندك فهمت كيفاش كتونسي جاوبت واضح كمواطن تونسي مسؤول ما نحبش شكون يمس سمعة تونس. وسامحني خندق بتاع الجريده هذه في الولايات خندق مش حاجه اخرى كي غليت خندق اخرين توانسه مره جايه ثبتوا امورهم قبل ما يجابوا يبداوا يطلعوا الماء الصعبه. دير كي تقرا لي كومونتير اللوطه بعد هذوما نتاع توانسه اللي كتبوا، فما واحد تونسي تبارك الله عليه كيفاش لو تريتمون دي مينابل اوتيليه تونيزيان سابليك اوز الجيريان اي لي تونيزيان، هذا اسمه محمد تونيزيان كان جاي راجل هو سامحني حتى اسمه يحطوا. سويون سوليدير مع السياحه نتاعنا، خاطر السياحه نتاعنا هي مصدر من مصادر تقول انت لي سورس نتاعنا من الفلوس اللي جينا وتغذي كاسه الدوله، معناتها وهذا مهم جدا. يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، تونس العزيزه تبنات بفلوس السياحه، تونس العزيزه تبنات كان بفلوس السياحه. عام 88 مداخيل السياحه غطاو اكثر من 90% نتاع العائد التجاري نتاعنا. هذوما الصغار اللي لازمهم يعرفوهم، تونس تبنات بفلوس السياحه، وفلوس السياحه تعني فلوس الوتله وفلوس وكالات الاسفار وفلوس المطاعم وفلوس الارتيزانا، خاطر مش كان احنا، هذوما الناس الكل ساهموا في باش يبناو تونس، الصناعه التقليديه، المطاعم السياحيه، وكالات الاسفار، الفنادق، لي موزي، هذوما اللي بناو تونس، هذوما اللي جابوا الفلوس بس تونس تكون عندها صناعة وتكون عندها فلاحة وتكون عندها دولة. دونك قطاع حساس، احنا يزينا واحنا يزينا لازم نكون نظام التوانسة الكل مع بعضنا، حتى كان عندنا بعض خلافات لازم نكون نظامنه باش نغلبوا اعداء تونس. والصحافة هذه الصحيفة هذه الجزائرية فهمت عليك كي تغلي بخونة توانسة ما همش يخبوا لصالح تونس. شو معناتها خونة توانسة؟ فهمني سي خالد، معنى باش نفهم. خاطر كي صحيفة تونسية الكترونيك الغطخان غير ما تثبت. اي. خيانة نعتبرها أنا. ثبت قبل. مش أغلي بور فيغ لو باز. يعني فما شكون يصطاد في الماء العكر ويحب يمس من السياحة التونسية؟ أنتم مش فيكم كاس اف ام والحمد لله. كلمونا باش تاخذوا الجواب باش تاخذوا تفهموا وهما ما يكلموناش. أكيد لازم ثبتوا من المعلومة. لازم نقفل تونس بالباهي والخايب نتاعها، بالضعيف والسمين والبهيم والذكي، لازم نقفل تونس مع بعضنا يد في اليد باش نوقفوها على ساقيها، مش نقعدوا ننبروا، معناها سامحني نتكلم بالدارجة وباللغة نتاعنا. لا يمشي يفهموك الناس بيان سور. فهمت الكل، يقوموا على لازم نفيقوا ونقفل بلادنا. به سي خالد، سؤال اخير، حاول الارتفاع في نسبة 31% في أسعار الفنادق، هذا بالمقارنة مع العقود مع وكالة أسفار الجزائرية لا يتعارض؟ الحكاية سارة يودي مصحين لي كونترا على فرانس. الحكاية أنت تؤخر وتقدم، راهو أسوان نتاعنا معنا الوزارة السياحة، نعلم وزارة السياحة عندها دي تاريف أجري باغ لو مينيستير دو لو ان تي تي. أنا شو قلت لك ماهمش سي با دي بروفيسيونيل يهزوا وينهزوا، أسعار نتاعنا في أنترنت، كيفاش أنت في أنترنت معنا تعرف اللي اللوتيل هذاك يبيع مثلا الغرفه 100 دينار، انت تدخل اللوتيل يقول لك 150 دينار، ايش بيهم؟ دونك سي بريزومي تعرف انت الاسعار معناتها، سي بريزومي. نعم؟ سي بريزومي تعرف الاسعار، فوالا دونك قبل ما تمشي. انت تعمل كونتاكت من غير اسعار. فما مشكل اليوم في الجزائر اللي تواجه فيه وكالة الاسعار بصفه عامه، فهمت علاه؟ اللي هو البعث جاء بعد، دونك عندهم مشاكل باش يعبيو، خاطر الناس وحاجة عادية أي عائلة تستنى نتيجة الباك قبل ما تسافر.
فهمت علي؟ هذا هو المشكل. ما معناش احنا مشكل مع الجزائريين، احنا الجزائريين اخواتنا اولادنا. شو ما تشوفوا تو انت ما نعرفش قداش من كهرباء الجزائريه وتون تقابلوا في اوت وتتبرك لها تشوف قداش الاخوان الجزائريين. وهذه رسالة معناتها توجهها انت الى الجزائر والجزائريين حول ما راجع في الاعلام الجزائري او صفحات الفيسبوكية الجزائرية اللي نحبوا نذكروا معناتها الخبر هذايا انتشر سريعا واحنا نحبوا نطفيوا هالحريقة. احنا سرعنا يا اخي العزيز 1 2 3 4 5 6 7 يا وي كومنت 8 ولا 10 كومنتيرات حكايه فارغه. قداش من الناس ايزون غولي معنا لي سويفي باش معنا ما تاع الفيسبوك خليك جيم ولا نحب ولا نتبع 1 2 3 4. سامحني والله ما نحسبش اي لك يا سي خالد. راهو الفيسبوك بحر معناتها كتشوف الصفحات صفحات الفيسبوكيه معناتها الاف وملايين من الصفحات. شو احنا تونس احنا توانسه بعد توانسه مش كل روزمون كعبات يقول هذيك هي نهار كامل هما تبركان عليهم الكل ما يعرف يقولوا كان الكلمة المزينة الحلوة اللي كيفهم. هذيك النبارة عندك بعض نبارة هذيكم شيخين يا سيدي. موسم ما شاء الله سياحي ناجح واحنا نحبوا الخير لتونس. اذا كان السياحه التونسيه معناتها تنجح السنه وتزدهر وازدهار لتونس وهذه فرحنا الناس الكل معناتها. وسوايون سوليدير كما قلت انت سي خالد واضح. وتحيا تونس. شكرا لك رئيس جماعه النزول خالد الفخفي على قبول الدعوه بالهاتف. الكلمة ليك.